السلام عليكم متابعين مصر زمان. هنتكلم في الفيديو ده عن اول معلمة طيران في مصر، ليندا مسعود. حصلت ليندا مسعود على شهادة معلم طيران في عام 1945 بعد ان جاءت في الترتيب رقم 14 على مستوى القطر المصري في سباق دولي للطيران، كان يضم الطيارين الرجال والنساء. وبعد حصولها على شهادة تدريس الطيران عينت في مدرسة مصر للطيران، وافتتحت مدرسة مصر للطيران فرعا لها بالاسكندرية. فكانت ليندا تعمل بين القاهرة والاسكندرية. ليندا مسعود كان لها دور رائد في تخريج العديد من الطيارات المصريات، زينب التوتالي وعزيزة محرم وقدرية طليمات وعايدة تكلا وسرية جودة، وكن هن آخر الجيل الأول من قائدات الطائرات المصريات بعد أن توقف من بعدهن إقبال السيدات على تعلم الطيران. حتى عدنا من جديد مؤخرا يقبلن على الطيران وتعلمه. استطاعت ليندا الحصول على إجازة الطيران الخاص في 10 ساعات فقط، ثم حصلت على درجة الطيران التجاري بعد 200 ساعة طيران. وبسبب معارضة أسرتها لاحتراف العمل على الخطوط الجوية والاضطرار بالتالي للمبيت خارج المنزل، قررت ليندا استكمال دراستها للحصول على لقب معلم طيران، حيث أصبحت الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل عليه، كما كانت أول معلمة على جهاز السيمتيلي لور الذي يشبه الطائرة تماما ويستخدم لتدريب الطلاب على ظروف الطيران المختلفة. وتقول ليندا مسعود: عندما حصلت على لقب معلم طيران لم يكن عمري يتجاوز 18، ووصفتني الصحف الفرنسية بأنني أصغر طيارة في العالم. ومن المفارقات أنني لم أكن أجيد وقتها قيادة السيارات، حيث كان القانون يشترط ألا يحصل على رخصة السيارة أقل من 18 سنة. تحكي كابتن ليندا قصتها مع الطيران فتقول: كانت بداية حبي للطيران من خلال عمل والدي في السودان بالقرب من أحد المطارات التي كان لا يتوقف صوتها. وفي سن 8 ركبت الطائرة أول مرة في حياتي وأحببتها جدا. وعندما وصلت إلى سن 17 فكرت في تعلم الطيران، ولم أجد أي اعتراض من الأسرة رغم ضخامة المصروفات المطلوبة. واستطعت أن أوفق بين دراستي الثانوية في مدرسة الأميرة فوجية ودراستي في معهد الطيران. ومن أشهر ما قالت ليندا مسعود: لا أعتقد أن مهمتي هي التدريس فقط، فأنا أدعو زميلاتي المصريات إلى اجتياح الجو وتعلم الطيران حتى لا يتقدم العالم ونحن ما زلنا متأخرين. هي دي قصة أول طيارة معلمة في مصر.